السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشاكم الحبايب، ان شاء الله تكونوا لاباس وباحسن حال. راح نبارطاجي معكم وصفه القناوية على الطريقه نتاع ناس الشرق. يعني انا ما نخلش لها، نعطيكم كيفاه نخدموها دارنا، كيفاه يعني ما كيفاه تخدمها وتجيكم بنينه بينه، يعني ما تصوروش. البنات واش نحتاجو؟ مرميطه ديروا فيها نقولوا 3 مغارف 4 نتاع زيت، حبه بصله مرابيه، وخمس نات ثوم مرابيين حتى هما، يعني بغيتش نرحيهم، بغيتهم شويه يجوني خشان. وحتى هي تجي القنويه هي تحب الخروف، يعني كما يقولوا ناس البلاد الغنمي. دركا كل واحد على حسب واش عنده. دير في فلك حلي زيبيس، في فلك حلو، والكسبر، بابريكا دو، والملح. هذا ما كان هنا لي درت الفلفل الكحل، ودرت الكزبر، ودرت البابريكا دو، ونخلي كل شيء يتقلى. نقصوا الغاز تاعكم باش البصله تتقلى مليح واللحم تاعكم. هنا نلوح شويه تاع دبشه البنات، لاكوريون، كل واحد يدير واش بغى. هنا رابيت حبه تاع طماطم، وعندي مغرف طماطم كونسونطري، راح نزيد لهم حتى هما يتقلاو معاهم. هنا بعد ما شفت اللحم تاعي والبصله والثوم تقلوا مليح، راهم ذبالوا، نلوح لهم الطماطم لي رابيتها مع مغرف تاع طوماط كونسونطري، معجون الطماطم، ونخلي كل شيء يتقلى. ونمرق من البنات ما تياد، يعني مش شرط يكون سخون ولا بارد، يعني ما تياد يعني يكفي. هنا واش ندير؟ نغطي المرميطه تاعي، ونخلي اللحم بالبصله الثوم واش حطينا كامل يطيبوا، وبخات القناويه البنات في ساعه طيب. انا هنا شيت القناويه فخي، ما كانش الصغيره، هنا في فرنسا ما كانش الصغيره، اذا شيوها صغيره شيوها سور جولي. الوغ الكبيره شوفوا البنات راهي رطبه، ماشي حرشه باه نبرشها، وكاعد ماشي حرشه سما ماشي تاع ما كان له نقليها، يعني نقليها في شوي زيت. انا نعرف القناويه عندنا في البلاد تجي اون ديغي فيها الشوك، نبرشوها نزيدو نقليوها في شوي زيت باه نحطوها طيب. هنا نحي غير كيما نقولوا حنا الراس، حاشاكم نحيه، ونشوف شما كان حبه مش مليحه، زعما كي شيتها يعني كيما يقولوا نقيتها حبه حبه، هذا ما كان شليتها. البنات ديجا كي شديتها بدات تطلق، شغل لوغرا تاعها تطلق، شغل واحد الماده هكا لزيجه. البنات ونلحها في لاصوص، ونغطي المرميطه طيب في ساعه طيبيه، ما تحبش المرقه بزاف باه تجيكم خاطره، تجيكم هايله هايله. يعني القناويه ما كانش ما يحبهاش. انا عندي حبيبتي الجزائريه تعيط لها الملوخيه، احنا عندنا ملوخيه، انا الشرق هي ملوخيه، هذيك هذيك الملوخيه لا بودره، هذيك الخضره هذيك في الفونسي، وما هي عندهم القناويه تاعنا اللي احنا نقولوا قناويه، هما يقولوا لها ملوخيه. هذه البنات زدت لحت لها زوج قرون فلفل، هي من القنويات تحب المطلوع، تحب الكسره خميره. درت معها الكسره، ودرت ان سوب للولاد باسكو ما ياكلوش القنويه، وهذا هي عشاننا. اتمنى تعجبكم الوصفه، ما تنساوش لايكي ما فيديو هكا بتطلع على فيديو الناس كل يعني تشوفها، وبقاو على خير ان شاء الله على بروشين غوسات معنا. والسلام على الحباب.